عقد المكتب السياسي لحزب الاشتراك الموحد اجتماعه بالحسيمة يوم السبت 16 نوفمبر 2019 في خطوة رمزية تضامنية مع حرك الريف. ودعا بلاغ الاشتراك الموحد الذي توصلت به موقع المشاهد تيفي صدر عقب الزيارة الميدانية لأعضاء مكتبه السياسي وتقودهم زعيمة الحزب نميلة موني إلى مدينة الحسيمة يومي 15 و16 نوفمبر 2019 كافة القوى الديمقراطية المناضلة في البلاد وكافة المناضلين الديمقراطيين والشخصيات الوطنية الصادقة إلى بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل وإخراج الوضعية من باب المسدود، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على وجه الخصوص بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنين وتجنبهم مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن. وجدد فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام الذي سيفتح أفقا فراج سياسي ويهيئ شروط الإنصاف الفعلي والمصالحة الحقة والاحترام العملي لحقوق الإنسان ويوقف مسلسل الظلم والتضييق. ووصف الاشتراكي الموحد في بلاغه المكتب السياسي زيارة قادته للحسيمة بالخطوة المحمدة بدلالات وطنية تجاه أهل الريف الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة والسيادة الوطنية وصنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال ومقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال والتحرر الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.